يلا 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 ابراهيم. هنا النقطة الفاصلة التي بين كركوك وأربيل، حيث جثمان الراحل الغزال الأسمر ناظم شاكر يذهب إلى مسقط رأسه بغداد، ومن هناك يتم دفن جثمانه في العاصمة بغداد. هناك تفاصيل أخرى ربما من الزملاء في العاصمة بغداد ليتابعون بقية مراسيم الدفن. الغزال الأسمر ناظم شاكر في ذمة الله. أقول الله يرحمك كابتن ومثواك الجنة إن شاء الله. إحنا ما بدينا غير الدعاء لك، يعني الحمد لله على كل حال، هذا قدر رب العالمين لازم نقبل به. لكن إنه أحمد راضي وعلي هادي وبعدين الكابتن ناظم شاكر، أعتقد خسارة كبيرة. كنا نتمنى إنه صحته، أنا مع فهد كنت على تواصل وياه، يعني كنا نتأمل إن الوضع يتحسن، بس سبحان الله. يعني تعرف أنت هذا الفيروس الخبيث طبعاً دا ينخر بينا كرياضيين وكعراقيين. أقول إن شاء الله إن شاء الله مثواك الجنة، ويا رب يا رب إن شاء الله تلتقي بأخوانك هناك بالجنة يا رب. مفاجأة حقيقية وخسارة كبيرة. ناظم شاكر يعني صرح كبير، رمز عراقي كبير، فقدناه. يعني ما اعرف يعني يوميا نفقد الاحبه والاعزاء والاصدقاء. يعني عزانا انه عند رب رحيم، نسال ان شاء الله ان يسكن الله فسيح جناته ويلهم اهله ومحبيه وناسه يعني الصبر والسلوان. فقدنا يعني نفقد الرموز يوم بعد يوم، شخص بعد شخص. نقول الحمد لله وشكر هاي اراده الله سبحانه وتعالى.